السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنوريكم واحد المشكل كيوقع فيه بزاف تاع ماكن الصابون. كتولي تدور الساروت وكيولي يرجع، كيتسمى المينيتري. يعني الطريقه ديالو راه ساهل باش تبدل هذا المينيتري. اليوم غنوريكم، تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا كيفاش تبدلوا المينيتري. اول حاجه كنحل الفيسات ديال اللور ديال ماكن الصابون. ملي كنحل الفيسات كنقعد بشويه داك الكوفيره ديال ماكن الصابون ديال المينيتريات ديال السمارت كاملين. ثانيا كنحيد المانيطه ديال الساروت، عاده كنبدا نقطع الخيوط. انا غادي نركب ليه ديال ثلاثه الخيوط، ديال ثلاثه الخيوط كيكون ساهل في التركاب ديالو. يعني الحاجه اللي غادي ندير، عندي ديال ثلاثه الخيوط عايجيني ساهل في التركاب حسن من ديال سته الخيوط. يعني هو عنده نفس الدور، نقطع غير الخيوط ديال الساروت ديال خروج الماء وكنخدم عادي. كنخدم غير بدوك الثلاثة اللي طالعين من ماكينة الصابون من التحت، هما اللي كنخدم بهم. يعني تابعوا الفيديو غير من الأول حتى الآخر وتفهموا الطريقة كيفاش. راه ساهل باش تبدل المينيتر، وكيوقع في بزاف تاع ماكينة الصابون هذا المشكل. كنقطع الخيوط بعدا ومن الأولين، وعادة كنجيب أنا جبت مينيتر ديال ثلاث خيوط، نوريكم كيفاش تركبوه ونحيد الخيوط ديال الخروج الماء، حيتاش هادوك غير كيقطعوه بعد كيخرج الماء كيولي يحبسو الماء على كيولي يحبسو الضو على السيرو. ولكن أنا ما عندي بيهم مشكل، أنا نخدم بالمينيتري، ندور المينيتري تخدم من ياكل هو كيخدم مزيان. الطريقة بالنسبة للمبتدئين ولا بالنسبة للمضار اللي بغى يصايب هذا، راه ساهل باش يصايبو. كنركب المينيتر ديالي، أنا كنبغي نحط لكم ديما شي حاجة تفيدكم، ما كنبغيش نحط لكم شي حاجة ما تفيدكم في والو. يعني هاد القناة أنا دايرها للإفادة، إفادة في ماكن الصابون وفي التلاجات. يعني أنا بغيتكم تستافدو وبارطاجو الفيديو، بارطاج الإخوان باش تعاونونا في القناة. المهم اللوان كنركب، المهم كنركز على القهوة، حيتاش القهوة هو اللي كيعطي الضو للمينيتر. ودوك دوك الصفر والاحمر هذوك غير الصوص ديال اليمين واليسار، اما القهوه هو المهم في المينيتر. كنركب الخويطات ديالي، كنسكوتشي بالخيط بالخيط. يعني غير تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر ومتزربوش الفيديو باش تستافدوا معنا، حيتاش انا نوريكم يعني طريقه سهله، يعني اي واحد يمكن ليه يبدل المينيتر. ودائما الاخوان عاد تستافدوا معنا في الثلاجه وفي ماكينه الصابون. كنسكوتشي الخويطات مزيان، وعاده كنسرح الخويطات كنسنتريهم في البلاصه ديالهم، ما نخلوش الخيوط مشتين وداك الشيء بعد يولي الدور السيريكتور تاع الماء ولا يجرب ولا لا، كندير كلشي. وهذا المشكل كيوقع في بزاف تاع مواقن الصابون البلاستيك. ديما نسكوتشي الخيوط مزيان. هاد المينيتري اللي عاد ديرها فيه تقريبا نفس اللوان، ولكن انت ديما لما لقيتيش نفس اللوان كتركز على القهوي. المهم الخيط اللي مدخل الضو، اما تاع الصونص وخا تقلبهم ماشي مشكل، ديال اليمين اليسار ماشي مشكل. المهم هو اللي كيدخل الضو، هو اللي كنركز عليه. كنسانتر الخيوط، كنسرحهم في بلايصهم، كنقادهم خيوط مزيان. اهم حاجه الخويطات خاصهم يتقادو يما كيف الصابون. هذا كنجمع داكشي كيف حليت يعني
داك الكوفيره ديال ماكه الصابون داكشي كنجمع داكشي كيف كان كنرد. انا مبغيتش نبقى نطول لكم الفيديو. هذا هو المينيتر اللي بدلت ديال 6 من 3، كان فيها ديال 6 خيوط درت انا ديال 3 خيوط باش يجيكم ساهل في التركيب. صافي كنرد داكشي كان كنزير الفيسات ديال الجناب، كنجرب الماكينه ديالي كلشي كيكون مزيان. وكيوقع في بزاف تاع ماكه الصابون هذا المشكل. وبعد المينيتر والتويتر كلشي مزيان. حاولوا مع الاخوان بالبارطاج ودائما متخلوش علينا باللايك وديروا بارطاج الفيديو باش ديما نفيدكم بالجديد. وانا دائما غادي نوريكم يعني تستافدوا معايا بزاف تاع الحوايج في ماكه الصابون. تهلاو الاخوان.